من بين كل العالم دولة تأسست قبل 29 سنة مشهورة بموقعها الاستراتيجي أوكرانيا. كل سائح رح يزور هذه الدولة أول شيء رح يشوفه رح يصدم بجمال هذا البلد، فرح يسأل شنو سبب هذا الجمال؟ أكيد موجود سر. إنه البورش. مرحبا أخوان، معكم آدم. للمتابعني أول مرة، أنا عراقي مقيم في أوكرانيا ومدير شركة ناسيا وآدم للدراسة والاستثمار والسياحة في أوكرانيا. قبل ما نبدأ الفيديو، إذا المحتوى عجبكم لا تنسون اللايك ومتابعة القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، لأنه سر جمالهم وصحتهم. وصار ضروري أول ما توصل المطار لازم تجرب هذا الطبق البورش. هو تباكي الاحتفال أخوان، استخدم البورش سابقا عن تتويج القيصر ألكسندر الثالث اللي هو مثل ما تعرفون إمبراطور روسيا سابقا وملك بولندا. فالبورش هو شيء مو عادي، البورش يستخدم في الاحتفالات والمناسبات. طبعا فترة تحضيرها تحتاج 3 إلى 6 ساعات. إذا نتكلم عن المكونات الرئيسية للبورش، فهو الشمندر والبطاطا والبصل والجزر والملفوف. أوكي. لا بس البورش ها. بورش مو بس بطاطا مطاطا. لا شنو البورش؟ We will show you. Me, Mr. David will show you how to cook the traditional borscht for Ukraine. أوكي خلينا نبدأ نشوفه. Take some meat. We have dig, for example. We put it in jar, and we make some soup because this is take long time. طبعا خليني أقول لكم فد ملاحظة على البورش الأوكراني. طبعا سابقا القياصر الروس كانوا يستعملون لحم البقر ولحم الخروف والبط والأرنب والدجاج والخنزير. كل هذه المكونات يخلطوها مع بعض ويسووها السوب. أوكي ويتركوها لمدة 6 ساعات. حتى تنطبخ وبعدين يضيفون المكونات اللي هي البطاطا والجزر الى اخره اللي راح اشوفها اني لكم. لكن هذا الشيء معناها ما راح يتحضر بكل بيت، راح يحتاج لوقت 6 ساعات حتى ينطبخ. فاحنا بالوقت الحالي ممكن احنا نسوي فقط مع نوع واحد من اللحوم، او ممكن انه احنا نسوي بدون اي نوع لحوم. خلينا الدجاج على النار حتى ينسلق. اوكي وراح نتركه على النار خلاص نعوقه، فراح نشيل هذا الطباق المتحرك. هوبا تيك كير دونت موف، نخليه هنا. طبعا المكونات تحتاج طريقه مختلفه للتقطيع، يعني على سبيل المثال الطماطم تتقطع بالطريقه العاديه، البطاطا ايضا تتقطع بالطريقه العاديه اللي هي راح تكون مربعات. الجزر يا اخوان لازم يتقطع في المكان الكبير مو في المكان الصغير. البصل راح يكون يتقطع بالطريقة العادية. وصلنا حاليا يا اخوان الأهم عنصر موجود بالبورش اللي هو الشمندر. اوكي هذا الشيء اللي هو سر جمال الشعب الأوكراني، بسبب انه في فيتامينات ومعادن اللي هي من أهمها الـ A والـ E والـ C اللي هي مضادات أكسدة. طبعا ما تقشرون الشمندر بيتكم لأنه راح يترك لكم لون، لذلك يلبسوا قفازات، لكن حاليا ما ضفنا حاليا الملح، ضفنا حاليا البطاطا. طبعا عادة تحتاج ساعة حتى تكون جاهزة. حاليا اجى وقت تقطيع الملفوف، لكن يا جماعة ما يصير تقطع بهذه الطريقة مربعات، لازم تقطع على شكل أصابع رفيعة حتى هذه المكونات اللي احنا سويناها من نجي نخليها بالملعقة تنخبط كلها مع بعض وناكلها مرة واحدة. طبعا ما راح نستعمل الملفوف كليته، راح نستعمل نصف من عنده، لكن راح يسألون يا آدم وين نخلي نص الباقي؟ نص الباقي راح تكون هنا يا جماعة. آه. إجا وقت وضع الصلصة السحرية الجميلة كلها وين؟ مع المزيج. Bon appétit. Thank you. No. ها. يا جماعة. Bread with garlic, most important thing.
يا جماعة البورش مين كل الحالة؟ البورش لازم تاكله. البورش لازم تاكله خبز بالثوم. لكن احنا اليوم مش لانه خبز بالثوم لانه شنو؟ لانه ما كان موجود في الاسواق. فاحنا سوينا والشغلة الاساسية اللخ. السميتانة هو عبارة عن لبن او شو نسموه زي اليوغورت لكن يكون ثقيل. اوكي يستعمل في الطبخ. هذا يتخلى فوق السوق وتخلطه وتاكله. اجا وقت نتذوق البورش. مريت طبعا لانه هي طبختها فقالت طيب لكن اجا وقتي اني اتذوق. خلي لازم كل المكونات مع بعض مثل ما تشوفون. اكو شيء اسمه no comment. ماتشكم على الطعم.